النقلة حق مشروع، شعار رفعه عدد من الأساتذة خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة التربية، مطالبين بسن قانون أساسي يضبط السقف الزمني للعمل الدوري. حبوا يقولون يعملوا لنا قانون أساسي يبدأ واضح عامين ثلاثة أربعة خمسة إلى متى، قل لي وقتش النقل وقتش نشد ولايتي. يلزم تحديد سقف زمني للعمل الدوري، واللي ما عملش عمل دوري يقوم بواجبه كيف ما احنا قمنا بواجبنا ويعمل عمل دوري. حاجة ثانية، حركة نتاع نقل سنوية تكون دورية كل عام. مطلبنا هو توضيح قانون النقلة. المطلب الرئيسي اللي عندنا هو تحديد سقف زمني للعمل الدوري. مستعدين نخدموا ثلاثة أربع سنين، قلنا بعد أربع سنين راك تدخل، مستعدين. مش خلونا هكاك ثلاثة أربعة خمسة عشرة 12 سنة ناس تخدم في المجهول. تغيير الصيغة الحالية المعتمدة لتنظيم العمل الدوري بحذف مقاييس واعتماد أخرى مطلب نادى به هؤلاء المحتجون، متمسكين بضرورة اعتماد مبدأ الشفافية عند إجراء النقل. تغيير الصيغة متاع الحركة هذه نحو حكاية العدد البيداغوجي، خاطر العدد البيداغوجي ما عندوش حتى دخل في النقلة، نورمالمون في الترقية يدخل. زاد كيف الكيلومتراج، المسافة اللي تفصلك على ولايتك لازم تدخل، ما تدخلش كان في تقريب الأزواج، والديكلاراسيون تاع الشغورات زاد الشفافية في النقل، ماذا بينا كلمة شفافية مفهومة الواسع الشفافية، والحالات الإنسانية لازم تدرس دراسة معناها باهية، مش ما فيهاش محاباة. أحد الأساتذة استنكر من جهته عدم احتساب سنوات العمل التي قضاها خارج البلاد في إطار اعتماد مقياس الأقدمية في العمل، إشكال يعود إلى تخاذل الطرف الوزاري والنقابي معا حسب تعبيره. بالنسبة لي أنا خدمت 3 سنين قبل في قبلي وخرجت كوبيراسيون 12 سنة لبرا ورجعت سنة نخدم في قبلي. كي رجعت سنة تفاجأت بحاجة، حاجة غريبة بصراحة، يعني قالوا لنا لأنه مسألة الأقدمية العامة ينحو منها السنوات اللي قضيتها الكل البرة، عبارة وكأني أنا عامل كاترون مش عامل سيزون، فهمني؟ هذه مشكلة كبيرة، فهمتي؟ هذه فما تخاذل بين الوزارة وبين النقابة في المسألة هذه، بقاو تجربة بينا بالحكاية. احنا وقت اللي خرجنا على أساس أن عندنا نفس الحقوق ونفس البريفيليج اللي موجود عند الأساتذة اللي هنا موجودين، هنا ما رعنا إلا الأمور كلها تغيرت. تعالت أصواتهم للتنديد بما اعتبروه وعودا وهمية تعتمدها سلطة الإشراف في التعامل مع مطالبهم. تويك الوزارة من عام لعام كل مرة يتبدل وزير وناخذ وعود، باش نقول وهمية معناها أونتر كيمي، وهمية الوعود هذه خاطر ما تجسدتش. كل مرة يقولوا لنا باش نعملوا تغيير لصيغة النقل وما صارش، باش نحسنوا في ظروف العمل ما صارش، قانون أساسي ما صارش. تحرك احتجاجي غاب عنه العنصر النقابي، غياب جهل المحتجون أسبابه داعين نقابة التعليم الثانوي إلى مساندتهم ودعمهم لتحقيق مطالبهم.